الحبيب النوبي رئيس الاتحاد الدولي لشباب الازهر والصوفيه ورئيس النادي الدولي لصفراء السلام واستاذ علم الاجتماع السياسي بكوبنهاجن بالدنمارك. تفضل يا فندم. المؤتمر حضرتك الهدف المؤتمر خاص بالملف الدعوي في الاتحاد الدولي لشباب الازهر الصوفيه اللي هو كيان شبابي اجتماعي سياسي مبني على رؤيه مختلفه للسياسه، جامع لكل الاطياف، يؤمن بدوله الحداثه وقدره الشباب على التغيير. هذا المؤتمر الخاص بعنوان الملف الدعوي بعنوان الازهر الشريف 1000 عام بين الوسطيه والتنوير. الهدف من هذا المؤتمر اللي هو مواجهه التشدد والتطرف في الدين فكريا وعلميا مع احياء دور الازهر الشريف مناره العلم والتشريع واحياء وتوضيح المنهج الصوفي الصحيح منارة الأخلاق والقيم ونشر رسالة وثقافة المحبة وبث روح التآخي والتسامح بين عنصري الأمة ودعم تنفيذ برنامج فضيلة الإمام الأكبر ودعم المؤسسة الأزهرية بما أنها هي الدرع الحامي الدعوي داخل البلاد وخارجها. بالنسبه للاهداف الاستراتيجيه للاتحاد الدولي لشباب الازهر والصوفيه اللي هو دعم تنفيذ برنامج الرئيس السيسي ودعم تنفيذ برنامج السيد وزير الدفاع ودعم المؤسسه العسكريه بكل ما نملك وبكل ما يملك الاتحاد الدولي داخل مصر وخارج مصر من امكانيات ان شاء الله باذن الله. احنا سعداء جدا ان احنا يعني كنا موجودين في هذا المؤتمر عن الازهر والصوفيه، شيء جميل جدا والحقيقه يبين قد ايه المحبة في بين أولاد مصر، قد ايه هم في محبة وفي تآلف. نشكر ربنا على هذه المشاعر، نتمنى إن هي تنمو وتزيد وتفضل مصر مصر الواحدة القوية المزدهرة المباركة، ونطلب الله إن هو يبارك شعب مصر المسلمين المسيحيين يبارككم عشان تبقى مصر بلد يعني مزدهرة وقوية زي ما كانت كده، وتبقى دايما تشمل وتحتضن كل أولادها ونفرح بيها ومصر تفرح بينا إن احنا أولادها. ربنا يبارك كل الإخوة في هذا المكان ونشكر دعوتهم وحفاوتهم، وربنا يبارك في مصر عشان تبقى دايما مبارك شعب مصر. الحقيقه هذا المؤتمر الاسباب اللي دعت اليه اننا بلسان الاتحاد الدولي لشباب الازهر معنيين بالدفاع وبالزوده عن المؤسسه الازهريه والجيش المصري. فهناك رغب كثير، هناك يعني من يريدون ان ينالوا من الدور الازهر الشريف ويقزموا هذا الدور العظيم الذي عهدته مصر على مر التاريخ. فكان الازهر الشريف حاميا راقيا قاهرا لكل من اراد ان يعتدي على الدور المصريه. فالدور المصري الدور الازهر الحقيقه لابد ان نعترف ان هناك هذا المنحنى من الدور له مقاس صعود وهبوط وارتفاع وانخفاض وضعف وقوه، وهذا امر طبيعيا في اي دور، حتى الايمان بيزيد وينقص. فوجدنا انه لزاما علينا الاتحاد الدولي لشباب الازهر ان يقيم مثل هذا المؤتمر ليركز على النقاط الايجابيه ويبحث عن مواطن الخلل اذا وجدت، ونحاول ما استطعنا ان نحول هذه الاسباب التي تقدم هذا الدور الى اسباب قوه. ولابد ان نعترف ان هناك يعني خلل او ضعف في الدور الازهر ونعرف اسبابه جيدا، ونستطيع ان نحصرها في ثلاث اسباب رئيسيه. اولها التمويل، ان اوصاف الازهر قالت الى الدوله في الفتره الناصريه. اثنين، ضعف المناهج في بعض الاوقات. ثلاثه، لا توجد قنوات متخصصه الازهر الشريف يستطيع من خلالها ان يغطي او يبين الدور العظيم للازهر الشريف، وتاخره بعض الشيء في الرد او في الخروج يعني الدفاع او الافصاح او توضيح بعض الامور الهامه، فيحدث حولها لغط كثير، وكلنا والقياده السياسيه تريد ونلمس هذا ان يقوى دور الازهر ويعود الى قيادته كما سبق. شكرا.